تاعو انت هي هي ما عمرت فلات فيها شي حاجه. لا هذا العام، لا العام اللي فات، لا هذا العام، لا العام الجاي، لا داك العام، والو ما كاين شيء من الاخر. متتبعي انفاس بريس مرحبا بكم. حنا الان تتواجدوا في مدينه تارودانت. سكان هذه المدينه او بعض السكان هذه المدينه تيختلفوا حول اداء المجلس البلدي. هناك من يقول بان هذا المجلس يلا بادي وخاصه بعض الوقت باش عاد نحكموا عليه. البعض الاخر تيقول لا، خاص من الاول تبان اللمسه والبصمه تاع هذا المجلس اللي تيتوجد على راسه وزير في حكومه اخلوج. اجي نشوفوا اش قالوا الناس اللي استفسراتهم واستجواباتهم انفاس بريس. بالنسبه لكم واش كاينه شي خدمه تاع هذا المجلس البلدي ولا ما كاين والو؟ الخدمه باليا تا خدمه، هما اللي خدامين، ما حد ما خدام. واش نقول لك، البلاد راه شتي انت هضرت وشتي شنو كاين في البلاد. شنو الحوايج اللي تبغي هذا المجلس يديرها؟ واولا بعدا راه هادشي ديال الاسواق النموذجيه ما كايناش، ياك سمعت عباد الله، هنايا متشرده، لا خدمه تالي ولا حرفه تالي. يا اول ما باقي راه باين بحال هاد الحفاري والصور والبلاد راه عرفتها جديد داش ومهمشه. اي الحمد لله دابا كاين تحسن، ولكن الوقت هي انا شويه هذا هو سميتيني ماشي بحال الايامات الاولين ولا داك الايام اللي يعني 3 سنين اللي فات ولا 4 سنين كاع، يعني كانت الوقت مزيانه فهمتي كيفاش، يعني مزيانه يعني دار بصح، ولكن مؤخرا يعني كلشي كيتشكى وكلشي. حتى شنو تيتشكاو الناس؟ حسب اللي بيع عشره لا يعني الاسعار غاليه كلشي دابا راك عارف كلشي شتي بعينك. واش بغيت نقول لك استاذ، دابا السعادي مازال ما شفنا والو بعدا، نكذب عليك مازال ما شفنا لا تغيير لا حتى شي حاجه، والو ما كاينه كما هي تعرف انت هي هي، ما عمرك تبدلات فيها شي حاجه، لا هذا العام، لا العام اللي فات، لا هذا العام، لا العام الجاي، لا ذاك العام، والو ما كاين شيء من الاخر. شنو المطالب ديال ما كاين لا خدمه، ما كاين فين يخدم بنادم، ما كاين والو، تعرف انت هي الشمور هي البطاله، كلشي مبطاله، كلشي كاس، كلشي ما خدام، ما كاين ما يدير والو، شي حاجه جديده يدير بنادم، شي شركه، شي حاجه. شنو المطالب ديالكم نتوما؟ يديروا شي حاجه فاش نخدم، ماشي لي انا، اما انا هو هذاك انا بخير، ما خصني حتى خير فهمتي. المطالب تاع الشباب صافي. الشباب شحال من واحد ما كيدير والو، ما داير لهم فين يخدموا، يديروا لهم ماشي شركه دينا شي حاجه، يعطى الله ما يدار صافي. دابا يديروا الدراري فين يخدموا، انا الدراري الشباب يديروا فين يخدموا صافي، يديروا لهم فين يتحركوا فين يصوروا واحد شويه. اش يديروا الدراري دابا، الدراري ما كيلقاو فين يخدموا، كيبقاو عايتين على الكمايه والشوانات والشراب وهذا الشيء صافي، تيلقاو هذاك هو الحل باش ينساو فهمتي. الا ما داروا داك الشيء راه بيبقاو تيفكروا تيتسطاو، الاغلبيه راه تسطاو، اشحال من واحد تسطا والو، كيفكر ما لقى ما يدير، حتى كيلقى راسو مسطي ما كيعرف امتى تسطا، حتى صباح هكا شي نهار تيلقى راسو كيهضر بوحدو كيلقى راسو. المهم مازال ما كاينش، مازال ما شفنا والو. ايه مدينه مزيانه وديال المسكين اللي بغى يستقر ويعيش راه مزيانه ليه، هو على حسب البروجي انت، على حسب المجهود ديالك وعلى حسب الامكانيات ديالك، وكل واحد وعلى حسب الاستطاعه ديالو. المدينه مدينه مزيانه، فيها السواح وفيها كل شيء وفيها التجاره وفيها المرافق مزيانه، المساجد كل شيء زين الحمد لله بخير وعلى خير، الامن موجود. البيع والشراء غير عيان شويه، ولكن الحمد لله كتحصل الاوضاع على حسب السوق، على حسب الاشياء اللي كتمشى في المدينه. انت بالنسبه لك المجلس البلدي اللي كاين دابا شنو الحوايج اللي خصو يديرها؟ ايوا اش غنقول لك، يتهلا شويه في الناس ويتهلا في المدينه مزيان باش تستقطب ناس مزيانين، تستقطب اليد العامله وتستقطب اشياء كثيره اللي كتكون خاصه بمدينه تارودانت، وهذا هو المفيد وهذا هو اللي كنبغيو نتمناو يوفق هذا المجلس ان شاء الله، وتكون الاحياء احياء نقيه والاوساخ وداك الشيء اللي كيكون بعض المرات تكون تحيد في الاوقات المناسبه والاوقات اللي هي ملائمه والظروف ديال العمل. والحمد لله نتمنوا تحسن تارودانت في هذا القرن هذا، تكون احسن، يكون اليد العامله ويكون كل شيء الحمد لله باذن الله. الله يعمرها دار السابع هذا، هادشي اللي كنشوفو الله يعمرها دار، شهر اخر يحفظ الله. شنو الحوايج اللي دار عجباتك؟ ها؟ شنو هما الحوايج اللي دار؟ لا بداو ان شاء الله، يلاه بداو، مازال يلاه بداو. يعني قدام ان شاء الله بيكون غير الخير. هاد السابع هذا. شنو الحوايج اللي تبغيهم يديروا بالنسبة لك؟ بالنسبة للطرقان يتكادوا يتكادوا المشاريع كلشي مزيان، داكشي اللي بغينا حنايا. صافي داكشي اللي بغينا فيهم. يتكادوا الطرقان والنظافة. صافي داكشي اللي بغينا حنا في الشوارع يتقوا. متتبعي قناة أنفاس بريس كما شفتوا بأن المطالب تاع الساكنة هذه مطالب بسيطة، ما على المجلس البلدي لمدينة تارودانت إلا انكباب عليها باش يبين حنا تيدو للسكان تارودانت.